رانا متواجدين في ملحقة كلية الطب، وبهذه المناسبة السعيدة والتي تزامنت مع عيد الاستقلال فرحة فرحتان، البارحة على 12 تعليل بل هنا بإنشاء الرسمي لكلية أو ملحقة لكلية الطب التي كانت مطلب ملح لجميع سكينة هذه الولاية، وكان وعد للسيد رئيس الجمهورية خلال زيارته لهذه الولاية الطاهرة والمجاهدة. يوم هذا الوعد يتحقق، ولا يسعنا في هذا المقام إلا أن نرفع أسمى آيات الشكر والاعتبار للسيد رئيس الجمهورية ولكل السلطات العليا من الوزير الأول، سيد وزير الصحة، وزير التعليم العالي، وزير الداخلية، للمرافقة وللتجاوب السريع لهذا المطلب. كما شاهدتم معنا هذه الملحقة تتوفر على كل المعدات اللازمة، حيث هذه الملحقة تتوفر على 18 قسم بيداغوجي يتسع إلى 1020 مقعد، إضافة إلى ذلك 5 مدرجات بسعة 920 مقعد، ومدرج المحاضرات 80 مقعد، وأيضا معززة ب 13 مخبر بيداغوجي فيه كل الاختصاصات التي تسمح لبناتنا وأبنائنا بإعطائهم يعني نقولوا تدريس متميزة وكل ما تتطلبه هذه الشعبة. بالموازاة إلى هذا يعني فكرنا في تحسين الظروف التمدرس، وذلك بتوفير أولا مبنى لاستقطاب الأساتذة اللي جونا من الخارج سوف يتم ترميمه، إضافة إلى ذلك بناتنا وأبنائنا الذين سوف يفيدون من عدة ولايات. للعلم أن هذه الملحقة سوف تستقطب طلبة ولاية المدية وولداء ولاية تسمسلت وأيضا ولاية الجلفة، عندنا ما يفوق 4200 سرير اللي راح إن شاء الله خصوها لفائدة طلبة هذه الكلية، إضافة إلى ذلك المطاعم الجامعية وأيضا يعني النقل. إذن كل المعدات اللازمة قد يعني وقفنا عليها يعني خطوة بخطوة. أما في الجانب البيداغوجي كما تعلمون أن ملحقة كلية الطب تم ربطها، وهذا شيء جميل وجميل جدا، تم ربطها بجامعة الجزائر، كلية الطب لجامعة الجزائر واحد، وتم إبرام تعهد بين السيد مدير الجامعة جلفة وهو مشكور بكامل إطاراته ومع أيضا مدير كلية الطب لجامعة الجزائر واحد. يعني هذا أن إن شاء الله راح يكون هناك إعطاء دروس متميزة وتكفل أمثل بطلباتنا في غزة.